على ذكر ماتش فاركو بكره ان شاء الله، يمكن الجوله 29 بكره 3 يوليو، ماتش فاركو ده مباراه فاركو على فكره مع يعني هتكون ماتش فاركو، عشان كده فاركو الاول، فاركو والزمالك في استاد الجيش برج العرب. خليني اقول لحضراتكم الحكام، لان اعلنت لجنه الحكام مين الحكام اللي هيكونوا هيديروا مباراه بكره. هيكون حكم ساحه مصطفى الشهدي، وحكم مساعد اول هاني خيري، وحكم مساعد تاني مصطفى عطيه، وحكم رابع حمادة القلاوي، وحكم الفار محمد عباس قبيل، وحكم فار مساعد شهاب راشد. دول اللي هيديروا تحكيميا مباراة بكرة. كمان خلينا نقول لحضراتكم على ذكر ماتش فاركو، قائمة الزمالك بكرة بإذن الله لمواجهة فاركو. مستر جيجو جوميز أعلن القائمة اللي موجودة والسكواد اللي هيتعامل معه هيلعب مباراة بكرة. حراس المرمى هيكون فيها الثلاثي محمد عواد، محمد صبحي، عمر عبد العزيز. خط الدفاع حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، أحمد مجدي، عمر جابر. خط الوسط هيكون فيه نبيل دونجا، محمد شحاتة، زياد كمال، محمد السيد، عمار ياسر، الناشئ طبعا اللي شفناه الفترة اللي فاتت هو محمد السيد، ترافيس متيابة، سيد نيمار، إبراهيم أناداي، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، ومحمد عاطف. خط الهجوم يوسف اوباما، مصطفى شلبي، واحمد مصطفى زيزو. كل التوفيق بامر الله بكره لفريقنا، علشان ماتش برضو مهم، ثلاث نقاط مهمه لحد دلوقتي 37 نقطه نادي الزمالك. فيعني ان شاء الله يكون ثلاث نقاط مهمين بكره نقدر نبدا بيهم عشان نضيفهم لرصيدنا، لان كان جوزيه جوميز اكد ان كل مباراه على حده بناخدها، وكل مباراه بالنسبه لنا بثلاث نقاط مهمين. كمان لو كلمتكم عن غيابات بقى الزمالك بكره قدام فاركو، طبعا احنا عارفين الونش ربنا يا رب يرجعه لنا بالسلامه، محمد عبد الشافي ان شاء الله يرجع بالسلامه، فتوح اصابه، يمكن الونش وعبد الشافي اصابه طويله، لكن فتوح باذن الله يكون عودته بقى قربت، مصطفى الزناري، احمد حمدي، الحقيقه والله اسامي فرقه كامله بره، شيكابالا طبعا القائد، سيف الدين الجزيري طبعا السترايكر، يمكن كمان كان في احسن فتراته الفتره اللي فاتت، سيف فاروق جعفر، ناصر منسي، كل دول الاصابه، وكمان معانا اشرف رؤى مش موجود، ومهاب ياسر العدد القائم الراجل يعني مستبعدهم فنيا، لكن شفنا كان ليهم ادوار الفترات اللي فاتت، ودي يمكن من الحاجات اللي مستر جوزيه جوميز بيحاول يشتغل عليها، ان يدي فرص لكل اللعيبه، ممكن يكون مستقر على بعض الاشياء. فشفنا كمان عمار ياسر ابتدى يدخل، محمد السيد ابتدى يدخل، شفنا محمد عاطف اللي كنا بنسال عنه ابتدى يدخل. كمان مستر جوزيه جوميز طالب طبعا بقيت اعضاء الجهاز المعاون ليه بتسجيلات لمباراه فاركو، وانا شايف والله الحقيقه ممكن ما يكونش الموضوع مستدعي تسجيلات كبيره قوي، انت لسه ملعبهم من 12 يوم، فيعني اعتقد ممكن نكون احنا حافظينهم بشكل كبير جدا جدا، لكن الراجل يمكن بيبقى عنده وجهه نظر فنيه، عنده حاجات محدده ممكن عايز يستغلها بعد المباراه اللي فاتت، اكيد عنده بعض نقاط القوه والضعف اللي ممكن يشتغل عليها. فكان بيتابع التسجيلات عشان يدرس جيد جدا قبل الماتش طبعا بتاع مباراة فاركو. ده طبعا شغل احترافي، كلام طبيعي وكلام يعني للتنظيم، ده حاجة كويسة كمان يعني يعكس جدية الراجل، ان لما بتتعامل مع اللعيبة بنفس المقياس في كل الماتشات ده بيعكس تركيزهم، ويمكن ينعكس على تركيزهم وينعكس على مدى الجدية اللي موجودة في بداية اللقاء. واحنا شفنا نادي الزمالك لما بيجيب هدف مبكر المباراة بتختلف بشكل كبير، فان شاء الله يمكن التفكير في الهدف الاول يفرق معانا بشكل كبير. احنا لسه زي ما احنا ترتيبنا في الجدول غير مرضي، 22 مباراة 37 نقطة، ده قبل الخصم على فكرة. فان شاء الله يعني الترتيب يتحسن، لسه عندنا 12 مباراة، فباذن الله الامور تختلف. جوميز كمان يعني يوعد لاعبي نادي الزمالك شباب بفرصة كاملة، وده شفناه الحقيقة الفترة اللي فاتت، لكن مستر جوزيه جوميز اجتمع باللعيبة الشباب اللي عندنا، شفناهم اخرهم عمار ياسر ومحمد السيد، حتى محمد عاطف اعتبره من الشباب، منضم طبعا من نادي طنطا في الدرجة الثانية، فبيبقى على ما ينسجم وينصهر، وهو كمان اللاعب لسه صغير، فتم تصعيدهم طبعا الفترة الأخيرة خاصة عمار ياسر ومحمد السيد، واتكلم معاهم عن هو بيثق في قدراتهم بشكل كبير جدا، وان ده كان دافع كبير لتصعيدهم مع الفريق الاول، وان يديهم فرصه حقيقيه عشان يظهروا مع الفريق الاول في الفتره الحاليه تحديدا، وقد يكون الفتره حاليا تسمح على فكره، انت خلصت الكونفدراليه، ففرصه كبيره جدا انك تقيم، فرصه كبيره جدا انك تدي ثقه للعيبه الصغيره، ممكن منهم يكون ما كانش عنده رفاهيه الوقت، فانت عندك دلوقتي رفاهيه الوقت نلعب اربع خمس ماتشات ينزل نص ساعه، فدي بتتقله،
بتقله فنان وتخليه يكسر الهيبه، فممكن تكون في منهم الحقيقه يمكن مواهب مهمه جدا جدا ممكن تفيدك في الموسم اللي جاي. وعشان كده ياكد مستر جوزيه جوميز في كلامه معاهم عن الموسم الحالي ان هو فرصه جيده للعب عشان يثبتوا نفسهم ويثبتوا جدارتهم بتبسين نادي الزمالك خلال الفتره المقبله، وكمان وجه لهم رسائل تحفيزيه انه يشجعهم ويقف جنبهم بضروره استغلال الفرصه. الحقيقه الفرص دي ما بتجيش كتير. اللعيب دايما، احنا كلنا لعبنا في ظروف صعبه، ما فيش لعيب طلع من ناشئين في نادي الزمالك او يجي يلعب في نادي الزمالك عمر ما يكون الظروف فيها، او لعبت كره القدم عامه عمر الظروف فيها ما بتكون ميسره وسهلة، لازم تلعب وتعاني وتتعب وتعرق وتكافح عشان تثبت مكانك اللي ملايين يكونوا نفسهم يكونوا موجودين في المكان ده. فدي كانت فرصة كويسة، والحقيقة لغة كويسة ما بين مستر جوزيه جوميز استخدمها مع اللعيبة الشباب. كمان مستر جوزيه جوميز من خلال اجتماعاته مع الفرقة أكد لهم على الفريق عموما بقى، أكد لهم على فكرة التسديد والتصويب من بره منطقة الجزاء، ودي الحقيقة نقطة مهمة جدا كنا مفتقدينها فترة من الفترات، وكنا أوقات بنحس إن الكورة لازم ندخل بيها جوه ال 18 عشان نجيب جون أو كرات عرضية، لكن أهمية استخدام سلاح التسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء دي مهمة جدا. كل ما تيجي فرصة إنك تشوط شوط، خاصة إن أنت عندك لعيبة من النوعية دي، عبد الله سعيد يقدر يعملها، كاندونجا يقدر يعملها، زيزو بيقدر يعملها، شيكابالا لو فايق أو كان يعني سليم بيقدر يعملها، عندنا لعيبة تقدر تشتغل القصة دي وعندها عنصر التصويب ماشي بشكل مميز جدا. ناصر ماهر كمان بيعرف يعملها، واحمد حمدي طبعا قبل الاصابه. وكمان مستر جوزيه جوميز اكد او برهن على ده بايه، ان انت فعلا في مباراه سيراميك كليوباترا الاخيره اخر ماتش في الدوري الممتاز اللي هو الجوله الاخيره، يمكن كان الهدف او يعني فضل كبير جدا من التصويب في البدايه هو اللي فتح لك الجيم وخلاك يمكن تسدد، فعشان كده اكد على فكره استغلال سلاح التسديد. ويمكن النهارده في التدريب او في الفترات الاخيره في التدريب كان بيجهز في وحده تدريبيه خاصه في اثناء التدريبات على سلاح التسديد وعلى ان اللعيبه كلها تشوط عشان تتعود على الشوط من كل زوايا الملعب بقى، من جنب ال 18 من مواجهه المرمى، يعني كلها حاجات عندنا لعيبه بقول لكم نقدر نستغلهم بشكل مميز جدا جدا جدا. كمان كابتن بدر حامد رئيس قطاع الكرة بنادي الزمالك طبعا للناشئين كان اتكلم عن مواعيد اختبارات كرة القدم النسائية اللي اكيد برضو ليها اهتمام كبير الفترة اللي جاية، وبقت كمان قصة الكرة النسائية دي ما بقتش رفاهية على فكرة، بقت ليها علاقة بالرخص الدولية وليها علاقة بالفيفا وليها علاقة بان انت تكون يعني نادي مكمل كل العناصر الاحترافية بالنسبة لك. فكابتن بدر حامد اتكلم عن استعدادات الموسم الرياضي الجديد للكرة النسائية 2024-2025، وأكد إن اختبارات الكرة النسائية هتقام أيام الاثنين والأربع الموافق 8 و10 يوليو الحالي أو الجاري، هيكون في تمام الساعة 6 مساء على مجمع ملاعب الراحل طبعا كابتن بريميس أو ملاعب الناشئين اللي موجودة في نادي الزمالك، الملاعب الفرعية جوه مقر نادي الزمالك. وكابتن بدر حامد يعني أشار إن الاختبارات هتكون بجميع مراحلها وهتقام مجانا، فدي برضو فرصة جيدة جدا للتأكيد على ده، وإن هتكون للمراحل العمرية المختلفة ابتداء من الفريق الأول من أعمار 2005 وما فوق، وفرق كمان مواليد 2006 حتى 2013. وكابتن بدر حامد أكد أن نادي الزمالك يهدف إلى إقامة قاعدة قوية وقطاع مميز للكرة النسائية يكون تحت مظلة قطاعات كرة القدم. وانا الحقيقه يمكن مبسوط بالخطوه، بس دي تطلب منا بقى كمان سرعه يعني البدء زي ما توعدنا من مجلس اداره نادي الزمالك، عارفين الحقيقه ان الملفات كثيره جدا بسرعه. انا في اعتقادي ان احنا محتاجين ملاعب اكتر، هنبقى محتاجين نسرع في المرحله الاولى على الاقل من نادي الفرع الجديد في اكتوبر فرع نادي الزمالك، وده يتطلب مننا شغل. بس انا مبسوط بفكره البناء، يعني مبسوط ان انا بحب اقول اخبار اللي فيها مستقبل، بحب اقول اخبار اللي فيها انتاج، فيها بناء، فيها بص ان انت لما هو قادم، لان احنا لحد دلوقتي عايشين في ماضي بنحاول نحل فيه بشكل كبير جدا جدا علشان التركه. ان شاء الله كمان نكون من الاخبار المفرحه باذن الله يا رب قريب ان يكون في بقى كمان يعني نشوف بقى الملاعب ابتدت موجوده في الفرع الثاني اللي موجود
في اكتوبر باذن الله عشان يستوعب كل الاعداد الموجوده، سواء كره نسائيه قطاع الناشئين بكل فرقه الفريق الاول، يبقى فيه اريحيه لمصنع كره القدم. انا بسمي ده مصنع كره القدم لان نادي الزمالك ده الطبيعي فيه ان يكون يعني من الروافد المهمه جدا لصناعه كره القدم وتطلع لعيبه على اعلى مستوى بيغذي المنتخبات بشكل عام. كمان من الحاجات الاجتماعيه بقى اللي ممكن اتكلم مع حضراتكم فيها، فرصه برضو ان يكون في ظل الكلام اللي ممكن يكون ضاغط علينا جميعا، برضو لازم نقول اجتماعيا ممكن يكون في حاجه تم الاشاده بيها، لان انت لما بيكون عندك ملفات كتيره جدا جدا غصب عنك ما ينفعش تغفل ملف منهم. الملف الاجتماعي يبقى ملف مهم جدا، دول اعضاء ليهم كل الحق وكانوا برضو بيعانوا عندهم معاناه معينه في بعض الاوقات، ففرصه ان نقول ان يعني كان في اشاده بمصيف مرسى مطروح الفترة اللي فاتت طبعا، ودي صور يمكن من مرسى مطروح والأعضاء نادي الزمالك، وكانوا بيشكروا القائمين على التطوير في المصيف، وإن بعض المشاكل كتيرة جدا الحمد لله اتحلت، ويعني الأمور كانت ميسرة والأمور يعني بقت فيها تطوير. وأنا الحقيقة يمكن بحب زي ما قلت لكم اتكلم على فكره البناء والتطوير، متشوقين لده، عندنا ملفات كتير وعندنا حاجات كتيره جدا محتاجه نشتغل عليها تطوير، فالشق الاجتماعي او الجانب الاجتماعي جانب مهم، ففرصه برضو اي حاجه مضيئه بنحب ان احنا نقولها، لان دايما زي ما قلت لكم بنبدا الحياه دايما اخبارنا ساعات كتيره جدا بحاجات ليها علاقه بايقاف وتركات وصعوبات، لكن اي حاجه كويسه بيتم فيها انجاز زي تنس طاوله ما اتكلمنا عليها للسيدات خدوا الدوري، زي ما اي حاجه ايجابيه بنحاول نتكلم عليها زي الكره النسائيه اللي بيتم البدء فيها، كمان مصيف مرسى مطروح كان فيه اشاده من النواحي الاجتماعيه، فدي نقطه مهمه جدا جدا جدا، وربنا يوفق القائمين في الوقت الحالي على التعامل مع كل الملفات. عارفين التركه صعبه والتركه تقيله، لكن جمهور الزمالك بيثق في العقول اللي موجوده في الوقت الحالي كمسؤولين، وان شاء الله رب كل الدعم والتوفيق ليهم للفتره اللي جايه ويطلعونا بقى من ده.